السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد صلاح، شهرة سيبوي، مدرس لغة عربية وموزع وملحن ومطرب. واحد يقول لي مش راكبين على بعض، يعني مدرس وملحن؟ أقول له طبعا أنا ركبتهم على بعض، وبحب طبعا التدريس مهنتي الأساسية، وفي نفس الوقت بحب التلحين والتوزيع والغناء الهادف طبعا. و النهاردة أنا عملت فيديو أعبر عن فرحتي وأشارك الناس اللي بتحبني فرحة نجاح، فرحة إنجاز جديد، فرحة كنت مستنيها بقالي كتير، والحمد لله بعد مجهود وسعي وتعب ربنا وفقني لهذا النجاح. الفرحة هي عايزة أوريكم المفاجأة، الناس تتوقع إيه معايا في العلبة اللي انا هفتحها حالا. الناس تشوف معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. درع اليوتيوب بعد وصول 100,000، فرحة ما بعدها فرحة. احمد صلاح استوديو مزيكاتي، احمد صلاح استوديو مزيكاتي، درع اليوتيوب للوصول ل100,000 متابع على قناة استوديو مزيكاتي. وطبعا انا فرحان جدا بهذا الانجاز، ويا رب الناس اللي بتحبني تكون فرحانة وتشاركني فرحتي. وبوجه نصيحة لكل الناس، انت يعني لو سعيت في حياتك في اي عمل في اي مجال هتوصل. اهم حاجة ابعد عن المحبطين، اشتغل بهدوء وطور نفسك هتوصل. الناس اللي حواليك اللي بتحبطك عاملين زي الدبان بيزنوا كتير، مش عايزينك تركز، مش عايزك تطاطي لحد في سبيل انك توصل لهدفك. لا، اعتمد على نفسك، وقبل كده توكل على ربنا. التوكل على ربنا اكبر حافز يوصلك للي انت عايزه. وفي نفس الوقت حب الخير للناس. وانا في نيتي والله وانا بعمل القناة افرح الناس، كانت نيتي الاساسية، والحمد لله ربنا كرمني بهذا الدرع. فانت خلي نيتك حلوة، وما تستكترش النعم على غيرك، افرح له، هتلاقي ربنا وفقك لكل اللي انت عايزه ويوصلك له بأسرع الطرق. والحمد لله طعم النجاح جميل جدا، يعني درع اليوتيوب تكريم وتقدير ليا بعد تعب كتير، وأحلى تكريم من شركة يوتيوب العالمية طبعا. يعني هي بتشهد لمجهودك والعمل اللي انت بذلته، وأنا ده مش نهاية، ده بداية إنجاز وبداية حلم في أكبر، أوصل للمليون والدرع الذهبي إن شاء الله. وفي نفس الوقت في مجال التعليمي والدراسي، أنا هدفي في خلال مدة قصيرة بإذن الله أوصل للدرع باسم أحمد صلاح سيبويه. هنا أحمد صلاح استوديو مزيكاتي، وبإذن الله هوصل. وأنا مش عارف أتكلم والله صراحة، يعني أنا بقول اللي في قلبي، ويا رب وفق الجميع في أي مجال. افرح لغيرك، اتمنى له الخير، ربنا يكرمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.